سلمى، اليوم بفقرتنا الطبية رح نحكي عن موضوع بهم جميع النساء وأيضا بعض الرجال، يلي أصبح من أساسيات التجميل بوقتنا الحالي، إزالة الشعر بالليزر بطريقة دائمة، والذي أصبح متاحا تجاريا في منتصف التسعينات وتطور مع الزمن. واليوم رح نتعرف أكثر على آلية عمل الليزر والتطور يلي طرأ عليه والأخطاء الشائعة يلي ممكن ترافق العديد من الحالات وغيرها من المعلومات. أيضا بصرنا نرحب بالدكتور علي أسيس، أخصائي في مجال العلاج بالليزر التجميلي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. يسعد صباحك وصباح الخير لكل مشاهدين. صباح الخير دكتور. أهلا وسهلا. يعني بالبداية خلينا نحكي شوي عن آلية عمل الليزر بشكل عام، وخصوصا مثل ما كنا عم نحكي تحت الهواء في كتير ناس صارت تعتبر حالها أنه هي خبيرة بالليزر. نحكي عن هي الآلية بعدين ندخل بتفاصيل تانية. هلا اذا بالاول اذا يعني شو معنى كلمه ليزر، يعني مشان نعرف الاليه تبعه. تماما. كلمه ليزر هي مأخوذة لايت يعني ضوء، امبليفيكيشن تضخيم يعني شو اسمه تضخيم الضوء المحرض بالانبعاث المشع. يعني بيطلع هو عباره عن شعاع ليزري هو ضوئي، بس شو هالشعاع هذا؟ مركز مكثف لهدف واحد بمده معينه على الهدف اللي رايح فيه. يعني رح نشوف احنا استخدام الليزر له تطبيقات اكثر من شغله، مثلا لازاله الشعر، للوحمات، للدوالي، لازاله الوشم، لتقشير البشره. بقى كل شيء له هدف. مثلا وقت نجي عن نقول عن ازاله الشعر بالليزر، الهدف تبعه شو هو؟ شو طبيعي؟ بصيلات الشعر. البصيله هاي بتكون في حواليها الميلانين اللي هي بتعطي اللون تبع الشعر هاي. بقى الليزر الشعاع بيدخل على الأدمة اللي هي موجودة بصيلات الشعر، هي الطبقة الثانية من الجلد، بيمتص من الميلانين اللي حول جريب الشعر، بيتحول لحرارة بيدمر جريب الشعر. شو طبيعي؟ نحن مشان ما يصير عنا أي مشكلة بالطبقة الأولى هي طبقة البشرة، بقى بيكون مع الليزر جهاز تبريد مشان يبرد الطبقة الأولى، ويدخل الليزر بشكل انتقائي لهدف واحد بدون ما يأثر على أنسجة المحيطة لحوالي الشعر. وبهيك الحالة نقدر نحن ناخد نتيجة اسمها ما عاد في شيء اسمه اليوم إزالة دائمة. وهذا التصنيف حسب الـ FDA قالوا نحن وصلنا اسمها Permanent Hair Reduction، يعني تخفيف الشعر لدرجة 80-90%. يعني في جزء 10-20% ممكن يكون، يعني بصيلات الشعر موجودة مع مستوى واحد، يعني ممكن تكون على 300 بالطبقة الثانية بطبقات بالضبط. مشان هيك ما في ليزر لحد الآن ممكن يصل، ورغم أنواع الليزر المختلفة بعمق معين بتصل. تمام. يعني دكتور مثل ما ذكرنا بالمقدمة، الليزر هو موجود من منتصف التسعينات ولكن طرأ عليه تطور. شو هي التطورات اللي طرأت على الليزر؟ عم نشوف هلا بالأسواق مطروع عدة أجهزة للليزر وعدة أسماء. خلينا نحكي عن هذا التطور وعن شو الأجهزة اللي طبعا ينصح باستخدامها. نعم. شو طبيعي أول ما طلع جهاز اسمه روبي ليزر لإزالة الشعر، هذا هون بيعتمد بالنسبة للليزر صاروا يفكروا أنه يكون انتقائي أكثر، يكون فعال أكثر، يكون آمن أكثر، ويكون كمان صرت تغطي مساحات واسعة. شو اللي تطور فيه؟ إنه صار إنه أنا إذا اليوم بالوقت الحالي اللي تطور وصله آخر شيء، إنه أنا عم استخدم هالجهاز لإزالة شعر، إنه تجي لعندي ما عادت مريضة، يعني زبونة بسموها عنا، يعني مش مريضة هي. إيه؟ إنه أنا سوي لها إزالة شعر بدون ما سوي لها أي مشكلة حرق أو سوي لها تصبغ. هذا بسموه عنا هدف انتقائي، هذا التطور اللي وصل عليه. الثاني الشغلة الثانية انه انا شو اسمه الليزر، يعني في انواع مختلفة كمان، انه الى مدة معينة مدة النبضة، يعني هي في منه مدة قصيرة. بقى هو لا، انه حسب سماكة الشعر بتطلب مدة معينة، صاروا يحددوها كثير. كان بالاول مفتوحة، كان العمق تبع الليزر كمان اختلف، يعني نبدأ مثلا من الروبي ليزر الأكسندرايت الديود الاندياك، كل ما هداك عم نروح أعمق. بس العمق بيعطي أمان، بس أمرار بيجوز فعالية أقل، بس ممكن يساوي مشكلة كمان. إنه صار بده يد خبيرة أكثر بالنسبة لبعض الأجهزة. في بعض الأجهزة بتكون آمنة كتير، وظهر كمان الاي بي ال اللي هو الحزمة الضوئية الغير مكثفة غير مركزة،
يعني طيف مثل ما بيقولوا مفتوح، هذا غير مركز. بس للأسف يعني مثل ما بيقولوا بعض مراكز التجميل وصالونات التجميل وبعض الأطباء بسبب الكلفة العالية للليزر صاروا يلجأوا إلى الاي بي ال اللي بسموه الليزر الضوئي. هو خطأ يتسمى ليزر ضوئي، اسمه اي بي ال ضوء، هذا معروف. هذا بيساوي شو؟ بس فقط بأخر نمو الشعر. يعني أنا إذا سويت اليوم اي بي ال إذا تركت بعد شهر شهرين رح يرجع الشعر مثل ما هو. بينما بالليزر اللي هو الليزر الحقيقي اللي بسموه لما نقول أنواعهم تمام، إنه بخف الشعر لدرجة بعد 6 جلسات 80-90% وأمرها 95%. والدراسة اللي سووها على الأجهزة اللي كتير معروفة لحد 1 سنة و8 أشهر ما رجع الليزر إلا بسببين: واحدة صار عندها اضطراب هرموني مثلا، ارتفاع هرمون الذكورة، أو أخذت مستحضرات الكورتيزون أو شيء تاني. أي. طيب دكتور، خلينا نحكي عن عوامل نجاح الليزر. يعني في أجسام تختلف بين بعضها لحتى قابليتها لحتى يروح مثلا الشعر منها أكثر، شو العوامل اللي بتدرسوها؟ هلأ في عاملين كتير مهمين. أول شيء انتقاء الليزر. يعني مثلا نحن عندنا البشرات 6 درجات، الدرجة الأولى الثانية الثالثة، هدول يعني نصموا بين الأبيض والفاتح. بعدين بنروح الأربعة الحنطية، 5 و6 الأسود. هلا بالنسبه للليزر في قلنا انواع، فانتقاء الليزر كثير مهم. هلا البشرات 1 و2 و3 و4 اقوى شيء يمكن لازم. هدول وهدول الموجودين يعني مثل ما بيقولوا متاحين، بيضل جهاز اسمه الالكسندرايت افضل شيء. لسبب امتصاصه من الميلانين افضل والعمق تبعه كويس وامن. هذا هاي اول وحده، يعني وقت يكون لازم انتقاء. هلا في اجهزه الديود، الديود لا باس، بس للاسف الديود الموجود هلا بسوقنا، يعني عم نحكي على يعني بالمنطقة عندنا يعني في سوريا، أجهزة ضعيفة شوي. أنا اشتغلت على الديود، يعني أنا صار لي 25 سنة بشتغل بالليزر كل الأجهزة. كان في جهاز أول واحد طلع جهاز أمريكي كان ممتاز اسمه لايت شير، كتير ممتاز. أما الأجهزة الموجودة عندنا هلأ بسبب صناعة بعض الدول ضعيفة. وفي جهاز اسمه الاندياك كمان، كتير ممتاز الاندياك، بس مشكلته إذا كان بأيدي خبيث بفيد بس للبشرة السمراء المين يعني 5 و6 نقول هذه. بس كمان إذا واحد يعني ما يد خبيرة ممكن يسوي الندبة بسرعة وحرق غميق هذا هو. بينما الأكسندرايت حتى لو صار حرق أمراض سطحي بيروح قشرة خلال أسبوع بتروح، يعني ما في أي مشكلة. بقى قلنا انتقاء الليزر أول شيء. ثاني الشغلة الشعر السوداء والخشنة، هي أول شيء نأخذ نتيجة. وبشرة بيضاء نأخذ نتائج عالية. هلأ إنه مو معنى إنه أنا ما بشتغل حتى الشعر مو الوبر، في فرق بين الشعر الوبر الأشقر وبين الشعر الأسود الناعم. يعني نحن سماكة الشعر بتختلف من مكان للتاني ومن شخص للتاني. بس إذا كان السوداء حتى لو بنية هي بنقدر نستخدم الليزر، يعني بنقدر نرفع الحرارة تبعها. بقى هي كمان نقطة كتير كتير مهمة. ثالث شغلة هي الأخصائي، الطبيب أو الأخصائية. يعني الليزر صار متاح بأمريكا، مسموح هلا حتى يعني يشتروه. الأخصائيات الممرضين، يعني ما عاد محصرا على طبيب التجميل أو بس. المهم هلا بأمريكا بيسووا كورس. عندنا هون في ناس أمرها بتجي واحدة بيوم واحد ببلش بعدين بتبلش تشتغل. بقى لازم واحد يسأل عن الشخص اللي عم يشتغل على الجهاز تماما، هذا الحديث، ويشوف ايه رفقاته. يعني انت اليوم عندك اصدقاء، سمعت والله انا عم ساوي عند فلاني او عند فلان، هذا بقى انتقاء كمان الشخص هذا. يعني للاسف هلا بنحكي على الاثار الجانبيه وكذا، انه صار في اخطاء كبيره وما عاد بتيجي الوحده بتساوي اليوم راحت والله ما بايدي، والله الليزر ما بعرف شو عطلان او كذا، يعني مبررات. فهدول 3 عوامل كتير كتير مهمين بالنسبة لناخد نتائج إيجابية. يعني دكتور خلينا نحن نفوت هلأ نطلع شوي من الحالة التجميلية، نفوت بحالات بتصيب النساء، هي حالات المرضية وهي مثل ما ذكرت ارتفاع الهرمون الذكري اللي بيخلق شعر. في حال صاب مثلا البنات في سن المراهقة أو حتى النساء ممكن يصيبها بس بنسبة خفيفة، قديش ممكن يستفيدوا من الليزر بعد العلاج؟ يعني أنت تنصح بعد العلاج دائما، لكن اللي عم يسمعنا أنه العلاج بالليزر ليكون بعد علاج الهرمون. نعم. يعني نركز على هاي النقطة دكتور. لا كتير هلا عم يرجعونها
70-80% من البنات عندهم مشكلة اسمها كيسات على المبيض، وهذه بتساوي زيادة شعر بالمناطق اللي ما لازم يطلع فيها، مثلا الوجه الصدر بالضبط، أمرار الكفوف، الإيدين. هي بقى نحن دائما نفضل نقول له التأكد إذا في كيسات عند سوي له تحليل، إذا طلع عندها ولا باشر بالعلاج لمدة شهرين على الأقلية، لأنه العلاج هو أنه يمنع يطلع شعر، بينما الليزر يروح الشعر الموجود هذا. تمام. بعد شهرين من العلاج نقدر نمشي مع العلاج كمان، يعني أمرار العلاج طويل، في ناس بيعدوا 6 أشهر وسنة وسنتين، بعدين حتى بيصل لدرجة بملوا، يعني ما عم تروح الكيسات، عندهم كيسات كبيرة، بيقول لك وقفت العلاج ولو سويت جلسة أنا كل شهرين أفضل لي. نعم. بس مثل ما حكيتي حضرتك أنه بيبدوا أول شهرين وبعدين نستمر لهم بعلاج الليزر، ما في. نعم. مشكلة. طيب دكتور، كمان بعض الرجال بيسألوا عن مدى فعالية الليزر لهم، شو الحالات اللي ممكن يستخدموه فيها أيضا؟ هلا صار الإقبال على الرجال مثل النساء، يعني في كل شيء مثل ما بيقولوا، شو طبيعي، كل المرأة بتدور على جمال الرجل، بس الرجل هون شو عم يساوي؟ أكثر شيء بيجونا تحديد مثلا الشعر الموجود على الخدود تحت لي. هلا الرياضيين صاروا كثير، اللي عنده شعر زايد بالظهر والصدر صار في إقبال كثير، هلا كثير عنا، يعني هدول الحالات، يعني في ناس مع احترامنا يعني لكل واحد، في ناس عنده شعر كثير عم يسوي جسم أمرار، شو طبيعي تحت الباط، في عواقب للجسم؟ عواقب؟ عواقب طبعا لتعرض الجسم للليزر. لا، الليزر يعني هو عبارة عن ضوء بيدخل لقدمة 3-4 ميلي، يعني هيك هلا انه ممكن يستخدمه للحوامل وللمرضع، يعني ما هي مثل أشعة سينية مثل تدخل للأعضاء وبتأثر. بقى أنا عندي حوامل بيجوا بيساووا الشهر الثاني، السادس، السابع، التاسع، حتى قبل الولادة. بقى الليزر ثبت حتى عالميا ما له أي تأثير على الحوامل، لأنه يعني بيخترق 3 ميلي هو 4 ميلي، هاي ما له على المرضع وما بيسبب أي شيء بالنسبة للجلد، سمح الله سرطان مثل ما الناس في شائعة أنه بيساوي، ما له أي تأثير وما ثبت أي تقرير علمي من وقت طلع الليزر أنه حصل هالشيء. طيب دكتور، حكينا يمكن هيك ومرينا مرور سريع على موضوع الاختصاص بالليزر، في كثير عالم هلأ صارت مثل ما قلت بتجيب جهاز ليزر وبتشتغل عليه، اليوم قد ايه بتنصح الناس بالابتعاد عن يمكن زيارة أي مركز غير مكفول غير مضمون، وقد ايه بتنصح كمان أنه ايمتى نلجأ للليزر؟ هل في داعي بشكل عام شخص يلجأ له ولا لا؟ هلأ أنه أول شيء إذا بنحكي أمتى بيلجأ الشخص الليزر، شيء طبيعي إذا كانت شيء طبيعي أنسة أو مدام، إذا في شعر بوجه يعني صعب مثل ما بيقولوا كل يوم الصبح تلاقي على المراية شعر متزوجة ما متزوجة، بقى أنا بقول لها إذا عندها شعر خشن بالوجه هي الأفضل هو الليزر، أفضل من الشمع مثلا، الشمعة أفضل من براون، براون والشمعة متساوي تهيج، يعني شفت أنا حالات حرق من الشمعة كمان، جتني ناس كثير بالشفة محروقة وندبات، هي بقى الليزر أفضل وأريح وأقل ألما حتى، هي بقى ممكن تلجأ المرأة. هلأ في ناس شي طبيعي عندهم الحمد لله الحالة المادية كويسة، كمان في عندهم مشكلة فينا للنساء بالذات التهاب جرابات الشعر اللي بتصير بالساقين، تماما ممكن تصير بأي مكان حتى للرجل هون بتصير عنده، بقى العلاج الوحيد هو الليزر، يعني ما في علاج طبي أو مثل ما بيقولوا دوائي، بقى الليزر وقت بنسويه بتلاقيها كثير بينبسطوا، يعني بعد جرابات الشعر التهاب بصير بقع بنيه، بصير يعني الشعره تنمو. نعم. تحت الجلد، فهذا كثير كثير مهم. يعني دكتور تمام، خلينا نحكي عن الليزر ولكن بعلاج البقع، وخلينا نحكي عن ازاله الوشم، قديش الليزر كمان بيساهم بانه في بقع صغيره بتظهر انه يقدر يخفيها، او علامات حبوب كمان حب الشباب اللي كثير كمان بيعانوا منه، خلينا نحكي عن علاج الليزر لهذه القصه. نعم، بس لكفي شغله كان سالم إيه، انه الوحده وقت بدها تساوي ليزر يعني تسأل عن المركز، هل المركز يعني له خبرة طويلة بهالمجال هذا، والمفروض وحدة وقت تروح المركز كمان تشوف الطبيب، يعني ما تروح فورا مثلا. تمام. لعند الخبيرة فورا يلا فوتي على الليزر، عشان الطبيب يشوف، بجوز ما يفيد الليزر، عند عوائق، عند شيء عم تاخد أدوية معينة، عم تحرض الشعر وهي عم تساوي ليزر، وبعدين تيجي تقول لك أنا سويت 15 جلسة وما استفدت. بقى كتير تسأل عن الجهاز،
تدخل على الانترنت. احنا صرنا بعصر هلا نقدر ندخل على الانترنت ونشوف انه هالجهاز هذا شو فعال يعني معروف. ما انه والله عن جهاز هلا عم يطلع بالسوق اي جهاز هلا حتى لو كان مماثلها. نعم يعني ممكن هلا الكسندرايت تلاقي جهاز الكسندرايت بس تلاقي الفعاليه ضعيفه. يعني انا كنت مؤتمر بدبي وشفت واحد الكسندرايت جربته على ايدي ما قاعدين عم ساوي ليزر عرفتي. بقى هاي النقطه كثير معناها نسال عن جهاز نسال عن المركز نسال عن الاخصائيه خاصه للنساء ونسال على الطبيب اللي له دور. هدول بيعطوك مدى انه وحده انت تكوني انت بالك مرتاح وتاخذي نتيجه. هلا اذا رجعنا لسؤالك بالنسبه الليزر بالنسبه لازاله التصبغات والبقع والوشم شو طبيعي هدول كل واحد له ليزر معين. تمام ايه بس في علاج البقع والتصبغات لازم نحكيها. يعني صار لما نسمع بالسوق والله تفتيح البشره تبييض البشره صحيح ما في شيء اسمه تبييض البشره. هلا يعني دخلت مواد معينه وناس كثير بيقول لك مايكل جاكسون شو ساوى وكذا عرفتي تمام ايه هذاك وضع عطوه شايف لون مو علاج بالليزر في ماده بتروح اللون شو طبيعي بس على مدى سنه يعني مو انه. اما تفتيح اللون كتفتيح خفيف ممكن بالكريم بالكذا. هلا الليزر اذا كان تصبغات عميقه مثل الكلف العميق صعب يتعالج تمام. يعني حتى بامريكا بيقول لك دونت تاتش يعني لا تقربي عليه يعني ممكن يصير أسوأ او اذا البقعه اكثر هاي. بقى مشان هيك الليزر بالتصبغات يعني لازم يكون الانسان حذر كثير. يعني امبارح اجتني وحده عندها هي مشكله كان حفر صغيره راحت سوت ليزر تبع التصبغ اسمه فراكشنال مصبغه كلها صار لها 3 سنين. بقى نحن لازم ننتبه لهالشيء شو طبيعي كانت رافعين درجه الحراره يعني شو اسمه بقى ننتبه. مشان هيك الطبيب ما له خبره بالتصبغات بالليزر التصبغات يحاول كثير انا كثير حذر بالنسبه للتصبغات يعني بقول له النسبه 50% تحسن وممكن يرجع يعني عم تتعرض الوحده للشمس نعم اذا ما بتحط واقي. هلا بالنسبه للوشم ما شاء الله كثير ثبت فعاليه بياخذ 4 جلسات يعني هو بفتل ذرات الوشم شو طبيعي من 4 ل6 جلسات بتلاقي 80-90% بصفي لون بني خفيف بعدين مع 6 أشهر بيروح. أكيد يعني معلومات كتير قدرنا نحصل من خلال وجودك معنا دكتور عليها اليوم. شكرا كتير لك ونتمنى كل يلي تابعنا أنه استفاد من النصائح وتعرف كمان على معلومات جديدة. شكرا لكم شكرا على الاستضافة. أكيد بدنا نتشكرك دكتور على المعلومات يلي قدمتها وعيح أيضا كمان اللي عطيتها لجميع يلي عم بتابعنا وخصوصي بمجال التجميل والليزر. يسعد صباحك شكرا لك.